اخر كنتو معكم عندنا التعليم، انا كنقدم دروس مختلفه في مواد مختلفه، وكنديروا ايضا التصحاح ديال التمارين زائد التصحاح ديال الامتحانات. الو هادشي كامل لاش الهدف ديالو هو ان ستي التلاميذ وستي الطلبه ديال المغرب او من خارج المغرب يستفيدوا وينميو المستوى ديالهم. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع صحابكم. خليكم مع الفيديو، ونتمنى ان الشرح يكون مبسط بالنسبه لكم. شكرا لكم. اذا نكملوا دابا مع المثال الموالي. المثال الموالي مختلف شويه على الامثله اللي كان قبل. يعني هنا عندي فونكسيون بولينوم يعني حدوديه تافهين، وهنا عندي مقع. دونك هنا تجمعوا لي جوج شروط، يعني الك الاولى والك الثانيه. الوغ شنو غادي ندير؟ الك الاولى الا تلاقات مع ك وحده اخرى ما كنشوفوهاش، يعني بمعنى هنا الحدوديه ما غاديش نشوفوها، يعني ما نتسوقوش لها. الوغ اللي كتهمنا هنا هو الشرط ديال المقع. علاش؟ حيت مجموعه التعريف تاع داله حدوديه شنو هي؟ داله بولينوم، فونكسيون بولينوم سي ار ياك. ولكن هنا الا خرج ديال شي اكس كيخالف شي حاجه شنو غنقول؟ نقول ار ما عدا شي حاجه. يعني هنا هذا الشرط ديال المقام كيغلب على الشرط ديال البولينوم صافي. اوكي، اذا كما قلت لكم دائما ما نسوقوش، واخا تكون اكس كاري زائد واحد، اذا ما عندي ما ندير بهذه، مشات غادي نشوف غير هذه شحال غتعطي. اوكي، هنا كما مشينا في التحديد غنديروا اكس كتنتمي الى دي اف، واحد العدد كتنتمي الى مجموعه التعريف بشرط ولا يكافئ اكس كاري ناقص 4 اكس زائد 4. بالنسبه للناس اللي في لافاك حاولوا تكتبوا كما كتكتبوا الاسئله عندكم في لافاك صافي. كاين بعض الاسئله ما كيبغوش تكتب ليهم بغير طريقته، المهم الطريقه اللي كتكتبوا فيها انا كنشرح لكم الشروط وكنفسرهم لكم وانتم خصكم ديروا. الوغ في هذا المثال بحال المثال اللي كان قبل منه، خصنا نكالكوليو عاوتاني اش نكالكوليو المميز دالتا، اللي هو شحال؟ اللي هو بي او كاري موان 4 اس. فوالا، كما قلنا ا هو اللي حدا اكس كاري هو واحد، بي هو ناقص 4، سي هو شحال؟ هو 4. اذا عطانا شحال؟ عطانا هي ناقص 4 او كاري مو 4 فوا 1 فوا 4. اذا عطانا هي شحال؟ هي 16 مو 16 كتساوي شحال؟ كتساوي 0. الوغ واحد غابيل هنا بيت غابيل، الا كانت عندنا دلتا كتساوي 0، حيت في ليكزومبل الاول خرجنا دلتا كبر من 0 كان عندنا جوج حلول. الوغ هنا كيكون عندي حل واحد، يعني كيكون عندي حل واحد اللي غنقدر نسميه مثلا اكس صفر، اللي هو ناقص بي على الدوز صافي. الوغ اذا هنا عندنا حل واحد، اذا اكس كيساوي شحال؟ ناقص بي يعني هي عكس بي، دونك هي 4، جوج مضروبه في ا اللي هي شحال؟ اللي هي 1. كتعطينا شي شحال؟ هو 4 على جوج، دونك كتعطينا شحال؟ سي جوج صافي. الشباب الوغ جوج هي شنو خصنا نديرو؟ يعني هاد الرقم اللي كيخرج هو اللي خاصو يخالف، يعني انا مجموعة التعريف غتكون عندنا دي دو اف ديال هاد لا فونكسيون هي جميع الاعداد ما عدا صافي او لا موان دو. علاش؟ حيت الا عوضت هنا تعطيني زيرو. لاحظوا معايا تعطينا لنا شحال؟ 4. هنا عندك 4 هي 8 ناقص 4 في جوج هي شحال؟ عطينا هي 8. الوغ عطينا 8 ناقص 8 دونك هي شحال؟ حتى زيرو. دونك حنا كيما قلنا المقام مخصوش يساوي زيرو، اذا حنا خصني نحيد جوج. وبالتالي بالمجالات عطانا شحال الشباب؟ عطانا هي موالافيني جوج اتحاد جوج بلس لانفين. الو نشوفو دابا المثال الموالي. دونك المثال الموالي نفس القضية، عندني حدودية ما نتسوقش لها مباشرة، غنمشي للشرط ديال المقع. هنا الشباب راه أننا كنحاولو أننا نديرو جميع الحالات الممكنة بالنسبة للناس اللي في لافاك، وبالنسبة أيضا للناس اللي في الباك، يعني باك تقني أو باك ايكونومي، دونك تا هما عندهم هادشي. اذا هنا جميع الحالات الممكنة، يعني هاد الفيديوهات عاود تراجعوهم بزاف، لان هاد الحالات كيخدموهم بأساس بزاف سواء في الكلية سواء في الباك. اذا نخرجوا ا نخرجوا بي نخرجوا سي، دونك راه وليتو كتعرفوا، دونك هي واحد واحد ثلاثة ياك. ديما ا هو اللي قدام اكس كاري، دونك هنا هاد الواحد بي هو دار متابعينهم ا بي سي صافي. اذا كالكوليو ديتا، دونك ديتا كتساوي شحال؟ دونك هي واحد اوكاريه واحد ناقص 4 ا في بي دونك 3 اف سي. اذا عطانا شحال؟ هي واحد موان 12 دونك كتساوي شحال؟ سي موان 11. دونك انا غابيل ايضا اذا كانت عندي ديتا سالبه كيكون ما عنديش حلول، يعني بات سوليسيون ما عنديش حل. اذا ما عنديش حل
دونك هنا معنى اني ميني والو. اذا شنو هي مجموعه التعريف؟ يعني هنا ما لقيناش حل باش نقولوا اكس خاصو يخالف داك الحل. الو هنا ما لقيتش حاجه، اذا عندنا ناخذ ار كامله يعني اي رقم وما نحيد منه والو، يعني عطانا شحال سي موالا فيني بلس لافي. نتابعوا من هذا الشباب بزاف اش كيحطوها لكم بزاف في لافاك، بزاف ديال الطلبه صيفطوا لي تيديات راه فهم هاد لي كادو بحال هذا. الو هنا علاش قلنا ار؟ قلنا ار حاش اي عدد تاخذه من ار تعوض به ما غتعطيك الزيرو هنا، واخا يكون الزيرو اي زيرو زائد زيرو هي زيرو زائد ثلاثة عطانا شحال، عوض باللي بغيتي. حاش علاش؟ حاش ما عنديش شي حل، ما عنديش في الحكايه الاولى والثانيه والثالثه، يعني في المثال الاول والثاني المثال اللي درنا في ديلتا كان في جدنا جوج حلول، حيدنا ار ما عدد جوج حلول. في ديلتا تساوي زيرو حيدت غير حل واحد متفقين، في ديلتا كبر من صغر من زيرو ما حيدنا والو حيت ما عندناش حل. خرجنا انا ديلتا كنقول لي با دو سوليسيون، بالنسبه لي انا غنقول لي با دو سوليسيون هنا قلنا ديلتا نيجاتيف. دونك الوغ ما عندناش لو دونك ما عندناش سوليسيون، يعني ما كاينش واحد الحل اللي نقدر نقول اكس كيخالف هذاك الحل. اذا نشوفوا دابا الحاله المواليه، عاوتاني عندنا مقام، اذا المقام خاصو دائما يخالف زيرو. دونك اكس كاري موان 4 ديفيرون دو زيرو. الوغ ندوزو يا اما هنا ندير متطابقه هامه او اكس كاري ديفيرون دو كوا ديفيرون دو 4. الوغ فهاد الحاله كتجي واحد القاعده، دونك اكس كاري كيساوي أ سي أ إي بوزيتيف ستريكت يعني موجب قطعا متفقين، يعني هذا ولا أ ولا يساوي صفر دونك با بروبليم. ألوغ هنا كيكون عندي جوج ديال الحلول، دو سوليسيون بوسيبل. دونك إكس أن كيكون هو لا موا لا غاسين أ متفقين، و إكس دو كيكون هو لا غاسين دو أ متفقين. بحال أ عندنا في هاد المثال شكون هو؟ هو هذا. الوغ شنو غادي يعطيونا؟ غادي يعطينا اكس ان ديفيرون اكس ان ديفيرون، دونك ديفيرون بحال بحال نيغا، دونك هنا نديرو نيغا متفقين. دونك حتى المجموعة التعريف من الينيميم حتى الديف، يلا اكس ايكال موان لا غاسين 4، وعندنا عاود تاني او كتكون او بيناتهم او متفقين، او اكس دو ايكال غاسين دو 4. الوغ عندنا هنا موا غاسين دو 4 هو شحال؟ سي 2 او اكس 2 ديفيرون 2 ايغال 2. اذا لونسومبل لي ديفينيسيون شنو هو الشباب؟ اذا عندي ار توجور ار كامله، ولكن نحيد منها جوج ارقام عشان عندي جوج حلول، نحيد منها موان 2 ونحيد منها 2 صافين. الوغ بالمجالات الشباب شنو عطينا لي زانترفال؟ دونك موان لانفيني موان 2 ignore moins 2 2 ignore 2 plus l'infini. كنوع ان على هنا كاين جميع الحالات الممكن اللي يقدر يعطيها الاستاذ ديالك. الو المثال الموالي ايضا نشوفه معاه. دونك عندي اكس تنتمي ابارتمون دو دي اف سي سو مون سي اكيفالون دو كوا اكس او كاري بلس 1 سو سون ديفيرون دو زيرو. الوغ كاين هنا واحد التويشيه في المات او واحد اللعيبه، دونك يقول الا كان عدد كبر من زيرو صافين فاوتوماتيك هذاك العدد كيخالف زيرو، ما كيساويش زيرو ياك ولا لا؟ مثلا قلت لك خمسة، الو خمسة واش كتساوي زيرو ولا كتخالف زيرو؟ علاش؟ حاش راها ديفيرون دو حاش هي كبر من زيرو. اذا الا كان عندي شي تعبير كيبان لي انه كبر من صفر، يعني اكس كاري زائد واحد يكون ديفيرون دو زيرو، الو هنا كنقول ان دي اف كتساوي ار. لاحظتوا معايا انا اكس كاري كدايره موجبه في الاشاره ديالتها يعني بوزيتيف، بلس واحد بلس واحد تساوي بوزيتيف. اذا هادشي كامل كيدير بوزيتيف بلس بوزيتيف كتعطينا بوزيتيف. بحال عندنا خمسة زائد ثلاثة كتعطينا شحال؟ سبعة، حيت هذا موجب وهذا موجب. وكان مثلا سالب سالب دونك موان سانك موان سانك موان تخوا يعطينا موان ست، يعني ان التعبير كيدير موجب. الا كان تعبير موجب راه اوتوماتيك كيكون ديفيرون دو سيو، يعني هنا كنقول لونسون دي ديفينيسيون سي ار. ولكن الشباب خاص ترد البال من واحد التويشيه، شنو هي؟ كتحاول تعوض اكس بلاصت كتعوض زيرو بلاصت اكس، هنا كتشوف واش المقام يعطيك صفر ولا لا. المهم نعطيكم مثال الجاي ويكون هو اخر مثال باش ندوزو للكات الثالثه، يعني غنشوفو فيه الا عوضنا بصفر شنو غادي يطرا
صافي الو هنا مهم خليوها بحال هكا مثال جاي نفسر لكم. فوالا الشباب دابا نشوفوا الحاله المواليه. اذا عندنا اكس تامي الى دي اف ابارتونون دو دي اف ايكيفالون دو كوا ايكيفالون دو اكس او كاري سي توجور مقام دينيماتور كيخالف زيرو كي ديفيرون دو زيرو. الو لو بروبليم هنا فين كاين؟ كيما قلت لكم قبيل يعني في المثال كان قبل منه الا كانت شي حاجه موجبه راه هي اوتوماتيك كتكون ديفيرو دو زيرو. دونك عندنا اكس وكاري كنعرفوا على اكس وكاري مالها كتكون اكبر من او يساوي زيرو. صافي اوكي لو بروبليم هنا اشنو هو؟ لو بروبليم هي خصني ناخد اكس هنا نعوض بلاصتها بزيرو. خدوا معايا اكس ونعوضوها بزيرو تما عطانا شحال؟ دونك رينا واحد زيرو اوكاري قلنا المقام مالو ما خاصوش يساوي لنا اش زيرو. اذا هنا شنو خصني ندير؟ خصني نحيد الزيرو ماشي بحال المثال الاول. المثال الاول المثال الاول كانت عندنا اكس كاري بلس 1 يعني نعوضنا بزيرو بات بروبليم عندنا هاي شاش قال واحد. اذا اللعبه خصكم ديروها صافي يعني تعوض شوف على العموم. دونك انت غير حاول تشوف دائما عوض بلاصه اكس بزيرو شوف واش عطاك ولا لا شرب من الزيرو صافي. حاش فهاد الكاره صحيحه انها اكبر من زيرو ولكن راه هي ديفيرون دو زيرو ولكن راه تقدر طيح في زيرو الى عوض صافي. اذا لونسوم دي ديفينيسيون شنو غادير؟ اذا خاصني نلقى اكس شنو كتخالف. الو كيما كتعرفوا هنا ملي كتكون عندي اكس وكار بحال الخاصيه ديالنا قبيله دونك اكس وكار ايكال ا عندنا جوج ديال الحلول اكس الاول كيخالف كيساوي عفوا علاش ما كاينش دايرين كيخالف دونك يساوي لاغاسين موال لاغاسين ا والحل الثاني كيكون جذر ا. دونك انا عندي زيرو اذا نفس الرقم غادي يعطيني غتعطيني اكس كتخالف لاغاسين دو زيرو دونك هو زيرو. اذا هنا لونسوم دي ديفينيسيون شنو هو الشباب عندنا سي لونسوم بلو ار موان زيرو. ار موان زيرو كنسميوها عاوتاني ار ايطوال متفقين؟ ار ايطوال راهي ار زيرو يعني من المجالات شنو هي نحيدو الزيرو دونك هو موان لانفيني صفر انيوم زيرو بلوس لانفيني. كلير كلير